في حالة غريبة بمحافظة حجة، تعاني الطفلة هيبة من وجود 5 فقرات زائدة في عمودها الفقري ما يهددها بالشلل، فيما يؤكد الأطباء أن لو استقام عمودها الفقري لأصبحت هيبة أطول امرأة في العالم. المزيد في التقرير. ليس هناك أقسى من أن يرى الأبوين ابنا لهم يصارع الموت دون ما استطاعة منهم مد يد العون له. ما ترونه مشاهدينا أشعة مقطعية للعمود الفقري للطفلة هيبة، حالة شخصها الأطباء بأنها الفريدة من نوعها، وشخصتها هيبة ووالدها بعبرة وحسرة. الدكاترة قالوا لنا على أن إذا ما رجعنا بهاش إلى مصر على أنه يقع بها شلل ولا يقع بها يعني انهيار في العمود الفقري، ما عاد تقدرش تقوم ولا تحرك، ما تدى بالشلل في أي وقت كان، لأن الانحناء شديد عليها مرة. أختي مريضة تعاني من تشوه في العمود الفقري، ونحتاج العملية تكلف أكثر من 3 مليون، وأنا أتألم عندما أشوفها تتألم، وأتمنى من أهل الخير أنهم يساعدوها، الله ما يقصر. ضروري مقهور بنتي، يعني عندما أشوفها يوم يوم داخلي خارجي أتألم عليها. 5 فقرات زائدة بعمود هيبة الفقري حرمتها من مدرستها ومن القيام بأي عمل كان، بل وتتهددها بشلل تام إن لم يتكفل أهل الخير بعلاجها. أنا عندي 5 فقرات زائدات، ما كنت أقدر أدرس مرة، فلات دراستي ما كنت أقدر أدين، ولكن أقدر أحمدها، ما كنت أقدر أساعد أمي، وهي تعاني من ظهرها وجع عندها بوجعها، ما بتقدرش تسنب لسنبها فترة قليلة وترجع تتعب بسرعة، ما عاد تقدرش. والد هيبة المسكين أجهش بالبكاء وهو يصف حالة ابنته وعجزه عن علاجها، رغم بيعه وزوجته كل ما يملكون في رحلتها العلاجية الأولى التي أعاق إتمامها انتهاء المصاريف وتنصل سفارة بلادنا بمصر عن مد يد العون. قلنا كم تكلف؟ قالوا يكلف 45,000 جنيه دون حق الرقود، حق المستشفى، حق المستشفى كل يوم 500 جنيه لمدة شهرين. قلنا احنا والله ما معانا هذه التكاليف. قالوا سرح الى السفاره. سرحت الى السفاره اليمنيه، ما قدروا ينفعونا باي حاجه. قال السفاره الامريكيه ما بقول لا، يعني ما يستطيعوا شيء ولا اي حاجه الا بقشر يعني الى اليمن. ما قدرنا لقينا ولا اي حاجه، رجعنا روحنا جلسنا في البيت. الراجل حكم الله. كان معاه بقيه مغارس من المال من ما ورثه من بعد ابيه، باع المغارس هذه وأنفق بها في بقية المستلزمات، ولكن طلبوا منه في الأخير 45,000 حق التكاليف العملية، فلم يستطع يعني أن يدفعها وليس له قدرة فيها. إن شاء الله إذا كان في خير يعني من فاعل خير من إخواننا في الخليج أو في اليمن أن يعملوا هذه العملية ويتكفلوا بها. من ذا الذي يقرض الله بتكفله بعلاج الطفلة هيبة؟ وله على الله أن يبارك له في أهله وماله. فؤاد رزيقي لبرنامج صدى الأسبوع. يشكو أبناء منطقة جدر بأمانة العاصمة حرمان منطقتهم من الخدمات الأساسية، فلا كهرباء أو مدارس أو مراكز صحية، فيما تنتشر المخلفات في شوارعها والأحياء السكنية. منطقة جدر العميري تقع ضمن الإطار الجغرافي لمديرية بني الحارث، تشكو من مشاكل انقطاع الخدمات عنها. من هذه المشاكل الشبكة العشوائية للكهرباء التي أصبحت تهدد حياة الساكنين في هذه المنطقة، ناهيك عن انعدام المياه فيها وهو ما يجعل الحياة فيها صعب ومرهق ماديا. يا أخي مشاكلنا لا مجاري، لا كهرباء ولا شيء. المنطقة هذه كان احنا خارجين عن المنطقة كامل، فنحن إهمال الدولة، هذا إهمال من الدولة. فنرجو نطالب حكومة الوفاق، يعني كأن احنا خارجين عن العاصمة صنعاء نهائيا. فيما يقطع الطلاب 100 الأمتار للوصول إلى أقرب مدرسة، حيث تنعدم المدارس فيها، واكتفى الأهالي بحمامات المسجد القديم لتكون مدرسة لأبنائهم الطلاب، وهو ما يجعل الدراسة في هذه الحمامات مرهق للطلاب. ما في أمام الأبواب والكهرباء ضعيفة، ما فيش لا كهرباء ولا شيء ولا مجاري ولا طرقات سواسع الناس ولا شوارع وشوارع مسددة. والله هي سبب التخطيط العشوائي للحارة، يعني المنطقة التخطيط العشوائي، البناء العشوائي، يعني
ما فيش مدرسة بيدرسوا عندنا الجهال في حمامات المسجد، ما في حاجة ولا شيء، يعني كانت حمامات المسجد وقلبوها مدرسة. المشاكل لا تنقطع عن هذه المنطقة، فانتشار القمامة في شوارعها جعلها منطقة غير صحية ومهددة لساكنيها الصغار قبل الكبار. أول منطقة كانت قبل 5 سنوات بدون مخطط، والهجرة الداخلية من المناطق اليمن جميعا تكون متواجد فيها، مما يسبب إلى بناء عشوائي في المنطقة التي نتكلم عنها الذي هي العميري. أنزلت المخططات من الهيئة العامة على أساس قبل 4 سنوات مخططات مولجية جيدة، بس الازدحام الذي كان البناء العشوائي من سابق أدى إلى انعدام الخدمات. إحنا الآن بدورنا كمجلس محلي وكأمانة عاصمة بنحصر المنطقة، نزلنا لها أكثر من الخدمات مثل الكهرباء، نزلنا لهم عمدان الكهرباء، نزلنا لهم، بس ندعونا الأخوة المواطنين ناشدتهم بعدم الربط العشوائي، سواء إنها العشوائي الذي بيكون خارج عن العدادات هذه تسبب علينا كارثة. منطقة جدر تشكل جحود والحرمان، وتناشد المسؤولين الالتفات لها وحل مشاكلها وإيجاد مدرسة تضم أبنائها المبعثرين في المدارس البعيدة عنهم، وحل مشاكل الكهرباء والمياه والطرقات والبناء العشوائي الذي أضر بالمنطقة من حيث الخدمات. مختار الرحبي لبرنامج صدى الأسبوع. حالة من الاستياء لدى الكثير من أبناء تريم نتيجة ما يسمونه بغزو القات لمدينتهم يوميا، بعد أن كان لا يصل إليهم إلا يومي الخميس والجمعة، فيما يعتبرونه ضمن ثقافة العيب ومن الجوانب السلبية الكبيرة. ما تزال ثقافة القات في محافظة حضرموت تأخذ نصيبها من الحديث عن حياة الناس اليومية هناك، ففي كثير من مناطق المحافظة ظلت محاربة القات ظاهرة قائمة وسلوك دائم، ولكن مؤخرا يقال إنه لوحظ غزوا كبيرا لهذه الشجرة، وبات القات يدخل بشكل يومي إلى المحافظة بعد أن كان يومين في الأسبوع، الأمر الذي زاد من عدد المتعاطين حتى في أوساط الأطفال. من اللي جاب القات هذا؟ كان يعني حضرموت ما فيها قات أبدا إطلاقا، كان والآن يعني خلاص الأولاد الصغار يأكلون قات، الكبار يأكلون قات، انتشر هذه الآفة في الناس. أطفالك يخزنون أولادك؟ أبدا ما حد يخزن من أولادي ولا عمرهم بيخزنون على الإطلاق. وأنا أنصح إذا خزن واحد منهم ممكن أقول أنزل من البيت. مع ذلك يقول أبناء مديرية تريم وغيرها من المناطق القريبة أن المجتمع ما يزال محافظا، وأن تناول القات ما زال أحد العيوب الكبيرة، حيث يعتبر أبناء حضرموت ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري من الأسباب التي يجلبها القات. نحن كمجتمع محافظ في تريم ثقافة دخيلة علينا جدا، بل خربت بيوت وأدت إلى نسب عالية من الطلاق ونسب عالية من طرد الأبناء وعقوق الوالدين بسبب هذا، لأننا في تريم يصل في أحد في حده الأدنى أنه من أسباب العائقة للزواج عندما يتقدم الزوج إلى أهل زوجته أو أهل خطيبته، يسألوا أولا هل يصلي، هل يخزن قبل أن يبدو عنده أي شيء. التدهور الاقتصادي سببا آخر يتم الحديث عنه في حضرموت ضمن قائمة الأسباب التي تجعلهم يحاربون ظاهرة القات باستمرار. ربما الإنسان يبيع الذهب زوجته، يبيع معناها أمواله بسبب القات. القات ما ينفع صراحة، القات هو يدهور الشعب ويدهور بقاعدة، أي واحد يخزن تحصل وضعه من الدهور، يعني لا يعرف عياله باكل، لا يعرف، لا تحصل بعضهم يعني. تظل حضرموت محل تناول وتعاطي شجرة القات من جهة، ومحل رفض مجتمعي من قبل الكثيرين من جهة أخرى، وهذه ثقافة عرفت بها حضرموت منذ وقت مبكر وحتى اليوم ما تزال قائمة. معاذ منصر، صدى الأسبوع. تعتبر مدينة التربة من المدن الرئيسية في محافظة تعز، فيها من المعالم الأثرية السياحية ما يجعلها قبلة للزوار، ويعتبر منتزه السكون أحد أهم معالمها السياحية الحديثة من حيث تصميمه وموقعه وسط الجبال الشاهقة.
سيكون على من يزور مدينة التربة حاليا ومستقبلا للاستمتاع بجمال طبيعتها وهوائها النقي وللاطلاع على معالمها الأثرية والسياحية القديمة أن يضيف إلى برنامج زيارته زيارة هذا المكان الذي أنشئ حديثا فأضفى على جمال المدينة جمالا وزادها إشراقا وبهاء منتزه السكون والذي أصبح معلما سياحيا جديدا من معالم هذه المدينة الجميلة. المنتزه يتميز ببنائه على قمة هذا الجبل. عندما زرناه أحسسنا وكأننا نشاهد حدائق بابل المعلقة، وهو يقع في قرية حصيفرة إحدى ضواحي مدينة التربة، وهي منطقة سياحية من حيث الموقع ومن حيث الجو والمنظر الجميل. بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نعود ونلتقيكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.